اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا ولقائنا مع فريق 17 سنه رجال واللي فاز ببطوله القاهره الحقيقه بدون ولا هزيمه. منورني في الاستوديو الكابتن حازم نبيل. اهلا بيك يا كابتن حازم. اهلا بحضرتك، منورنا والف مليون مبروك. نورك، البطوله كانت حلوه. كسر. ومنورنا طبعا في الاستوديو زي ما بيقولوا هذا الشبل من ذاك الاسد، منورنا حمزه حمدي الصافي. اهلا بيك حمزه. اهلا بحضرتك. وطبعا انت خدت كاس احسن لاعب متكامل كمان. الحمد لله ما شاء الله. بس انا عايز ابتدي بقصه، يعني طبعا حمزه هو طبعا والده ووالدته اثنين نجوم كبار، كابتن حمدي الصافي كره طائره، ووالدته كابتن رحاب الغنام نجمه النادي الاهلي في كره السله في الجيل الذهبي، وايضا اخت كابتن طارق الغنام نجم كمان كره السله والاسطوره بتاعنا الكبير في كره السله. بس رحت للطايره ليه يا حمزه؟ مفيش سله خالص، انت واخواتك كلهم رايحين الطايره، يعني واضح ان ماما مش مسيطره خالص. ايه الوضع، ليه اخترت الطايره؟ يعني وانا صغير اتمرنت الاثنين، لعبت باسكت شويه وفولي شويه، وملت اكتر كده مع الوقت، ملت اكتر مع الفولي. وحسيت التمارين احسن وكده، اللعبه هيبقى هناك احسن. فحبيت بقى. انت ما كانش في توجيه؟ قول الحقيقه. لا لا صح. بابا ايه؟ لا لا، اصل يوسف وانت ونور اختك صح؟ انتوا الثلاثه بتلعبوا فولي، غريبه شويه، يعني ما فيش حد فلت كده راح باسكت. انا عن نفسي الصراحه لا، يعني انا اخترت انا الفولي. لا ما شاء الله، اخترت اختيار كويس، وما شاء الله حصلت على كاس احسن لاعب متكامل، وده من احد الكؤوس الصعبه اللي بيحصل عليها. الحمد لله. لا انت بتلعب اربعه صح؟ طريق بقى وشغل بابا بقى العالي ده. ربنا يوفقك. وخلي بالك يعني انت نفس، لا انت محتاج بقى تتعب جامد عشان تحقق ارقام بابا، يعني انت عارف بابا نجم كبير، ان شاء الله تعديه، هو اكيد متمني ذلك ان شاء الله باذن الله. حازم قول لي، يمكن البطوله كانت صعبه كمان بالنسبه لك، انت اديت اداء كويس جدا، الكابتن كان لسه طبعا كانت صعبه، كنا بنلعب فرق كبيره قوي، يعني زي الشمس ودجله وزور وفي ملاعبهم، موضوع صعب قوي. اصعب هوا الهوا اصعب ماتش ايه؟ كان دجله، عشان الملعب دجله ده نفس الكلام قاله انس. دجله، ملعب دجله ده كل سنه ما بنعرفش نلعب فيه. الملعب اللي هو البلاستيك ده، ولا كنت بتلعب على انهي ملعب؟ ترتان ولا ارضيه؟ لا هو كان ملعب عادي، بس الهواء فيه شديد قوي، وبالذات ان هو فوق جبل. في المعادي؟ في المعادي. المعادي الهواء هناك شديد جدا، فرع المعادي. طيب فاكر سير المباراه ازاي؟ هل في اوقات حسيت ان ممكن نخسر؟ لا الوضع صعب. بس في الجيم الثالث كان في فتره ما كناش عارفين نجيب في نقطه. يعني ساعه لما البصير بيطلع من واحد دي بتبقى اصعب لفه عندنا. بس فاحنا في الفتره ديت حمزه بيوقف في واحد، والاثنين بتاعنا كان بيقف في اربعه، فمحدش بيعرف يخلص. دي فزتوا في شده 26-24. 26-24 الماتش، يعني وصلنا عشان نوصل كده، وصلنا 24-24 متهيألي. 24-24 كانت الدنيا يعني كانت صعبه جدا، بس المباراه يعني الحمد لله عدت، وما كانش في اصابات. وكمان انا يعني لا كان في اصابات، كان في اصابات في الماتش. حصلت في الماتش سيف هشام الليبرو بتاعنا جاله ايه؟ جاله سبرين انكل في نص الماتش. كان قوي. يمكن عشان الملعب مش لطيف يعني. وقول لي برضو قصه التمرين اللي كانت ليله الفاينل، وكنا بنتكلم عليها في الفاصل وما لحقناش نتكلم فيها مع كابتن نادر. ايه اللي حصل؟ في اصابات حصلت؟ احكي لي اللي حصل. كان انس حاتم كان خلاص نقطه حلوه قوي، بعدها رايح على الارسال وهو بيتمشى كده الارسال، لحظه رجليه وجعته. ده في الملعب عندنا؟ في الملعب عندنا، اللي هو ليله مباراه الفاينل، ليله ماتش وادي دجله. ايوه. ورايحين بتتمرنوا؟ لا مش الفاينل، مش دجله، كانت بتوجيت. بتوجيت ده الماتش الفاينل كان في الاستاد. ليله التمرين حصل لكم 3 4 اصابات. هو رايح على الارسال كده ورجله. مين تاني غيره؟ في عبد الرحمن، الثلاثات بتاعنا. كان هو نازل من البلوك، حد داس على رجله. خبر ابيض. وايه تاني؟ بس مين تاني كان اتصاب في التمرين؟ كان كابتن نادر قال لي 2-3 اصابات، بس الغريبه ان انتوا جيتوا كان تاني يوم. هو كان شريف، كان مصاب، الثلاثات اللي بيتصاب معانا. كان مجهد. مجهد. لدرجه ان كابتن نادر لغى التمرين. لا 15 و17. وقف التمرين لانه حس ان الدنيا رايحه، ممكن يخسر حد. لعبنا اللي هو 10 دقايق كمان بس خلاص وقفنا التمرين. لغى التمرين. وبالجميل بقى ان انتوا جيتوا تاني يوم المصابين مربطين، وقالوا لا هنلعب. كانوا رجاله. ودي الروح، خلي بالك يعني انتوا. طب قول لي، هنتكلم على حاجه ثانيه. يمكن انت خلاص ثانويه عامه برضو، بس نظام دراسه بريطاني. وكنا قلنا في الفاصل او قلت لي انت بتراسل احد الجامعات ان شاء الله، بتفكر. انا براسل احد الجامعات وبراسل كذا جامعه، وان شاء الله يعني هتقبل في واحده فيهم. عملت ايه؟ بعت ايميلات؟ عرضت نفسك عليهم؟ جبت ايميلات الجامعات وقعدت ابعت لهم واجيب الفيديوهات بتاعت السنه اللي فاتت بتاعت الجمهوريه، اخر 3 ماتشات بعتها، وقعدت اعمل ايديت وبعتها له. في جامعات ردت عليك؟ في جامعات ردت عليا، وان شاء الله يعني اسافر. طب انت كان في بطولات مع المنتخب لعبتها او حاجه؟ كان في بطوله كاس عالم، بس انا كنت معاهم بس فتره الاعداد. يعني مشيت قبل ما يسافروا باسبوع تقريبا. برضه دي كانت اضافه ليك يعني. بس برافو ان انت بص على حاجه زي كده، ممكن تروح يعني امريكا، بتلاقي هناك مستويات تانية، ممكن تحصل طفره كبيره جدا في مستواك، ما شاء الله طويل وجسمك كويس، فتقدر يحصل طفره كبيره جدا ان شاء الله. طب اروح لحمزه. حمزه، يمكن كنت متوقع تاخد الكاس ده؟
يعني مش بنسبه كبيره يعني ما اتاكدتش يعني. هو المفروض اعتقد ان هو بيبقى المفروض من الفرقه الكسبانه احسن لاعب عشان هو كان بيساعد ان هي تاخد البطوله. ف يعني حسيت بيها شويه بصراحه في الاخر لما اخذنا الكاس وكده وبداوا يوزعوا، بس قبليها لا ما كنتش متاكد يعني أوه. احسن لاعب بيدوها لازم للفريق كسبان البطوله عشان هو بيبقى ساعد فرقته ان هو ان هم ياخدوا المركز الاول. طيب و و و و مع اخر ماتش حسيت ان الدنيا ممكن اخده يعني مع اخر ماتش حسيت ان الدنيا ان شاء الله يعني حسيت كده ان انا ممكن اخده تبقى حاجه كويسه. طب يعني انت اتصعدت لعبت شويه يعني خلي بالك جمهور الاهلي ان شاء الله يعني منتظر منك الكتير ومنتظر من حازم ومنتظر من انس منتظر من الجيل ده كتير لان هم متابعينكم الحقيقه. يعني لما شفت السوشيال ميديا الناس فرحانه بيك ومبسوطه بيك ساعدك بصره الموضوع ده؟ طبعا يعني تدعيم كتير تدعيم كبير ليا، وكمان ان انا بطلع اتصعد فوق في 19 في الفيرست درجه اولى ده بيساعدني كتير يعني بيحسن من مستوايا طبعا. وكل مدربين بيساعدوني كابتن نادر كابتن حسام وفوق كابتن ميدو مصلحي كلهم بيساعدوني وبيدوني يعني رياح نصايح وبلعب براحتي فاللي هو بيبقى تدعيم كويس قوي ليا. طب قول لي جدك بقى كابتن طه الغنام ده بيحبك جدا ويحب اخواتك جدا وبقى انا بحس ان هو بتاع الطايره خلاص كابتن طه الغنام بتابع انت بيتكلم معاك ده بيتكلم معايا طبعا بيديني نصايح وبعد كل ماتش كمان وبيبارك لي ويعني هو من اكتر الناس اللي بتكلمني و ربنا يخليكم لبعض انتوا اسره جميله واسره رياضيه. طب اعزائي المشاهدين خلينا نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجوم 17 سنه للكره الطايره ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. حازم اجيلك يمكن تمرين الدرجه الاولى اي لاعب في سنك بيتمنى انه يتمرن مع الدرجه الاولى، هل تم استدعائك للدرجه الاولى اتمرنت ولا لعبت معاهم فتره الاعداد كلها؟ طب ده حاجه كويسه جدا ودي تفرق معاك يمكن. طبعا تفرق في مستوى راجل بصير ومرنت جنب لعيبه كبار حسام وعبد الله عبد السلام يعني كابتن احمد صلاح كابتن احمد صلاح فاكيد ده كان ليه استفاده ليك كبيره. طبعا كم شهر اتمرنت؟ هو شهر واحد بس واحد ما كانش اكتر من كده يمكن كان عندك انت قلت لي عندك امتحانات مذاكره كان عندي امتحانات بعديها على طول شهر ده نظام بريطاني صعب برضه ليه تعمل في نفسك كده حبيبي ليه؟ ليه؟ والله طيب خلينا يعني نروح لك يا حمزه نتكلم عن المنتخبات، انت شاركت مع منتخب مصر في ايران البطوله اللي فاتت في بطوله العالم سعيد خدت مركز 12 عملت ايه في البطوله دي؟ خدت ارقامك كانت عامله ايه؟ والله هي البطوله ان احنا نروح اول بطوله كده من غير ما نلعب ماتشات رسميه لعبنا ودي بس مش كتير برضو يعني هي كانت اضافه كبيره قوي لينا وان احنا ان نلعب كاس عالم اول مره لينا ومع مستويات عاليه جدا وكده ف يعني حاسس ان انت استفدت طبعا طبعا دي. حتى بالرغم ان احنا يعني انا شايف 12 من 16 يعني مش بالسوء الرهيب ولكن كويس بالرغم ان كان في كورونا وما كانش في اي اعداد صح يعني اتمرنا قبلها بفتره قليله قوي صحيح طب قول لي انت حمزه انت اخوك يوسف الصافي طبعا اكبر منك وهو محترف دلوقتي في فرنسا هل بتتواصل معاه بتكلمه بتقعد معاه على السكايب بتتابع ماتشاته ولا ايه القصه؟ بنتكلم كتير و يعني ان شاء الله ربنا يكرمه ويوفقه يبقى ليه فرص هناك كتيره ويبقى عامل ايه في ماتشات يوسف؟ الحمد لله لعب كذا ماتشات كتيره هناك وان شاء الله هو يساعد فرقته ان هي توصل للبلاي اوفس ويبقى طب هو بيلعب مركز كام انت؟ اربعه كلنا مركز اربعه واخدين اربعه ما شاء الله يعني واخدين المركز الايه الاصعب يعني. طب ويوسف يعني نزل اجازه الفتره اللي فاتت ولا لا ما اعتقدش يعني المفروض لما يخلص السيزون يعني هينزل في الصيف بقى ان شاء الله الصيف انما هو مستمر مع فرقته وبيلعب وبتتابع ماتشاته على اليوتيوب وكده ايوه موجود. طب بينصحك حاجه هو ولا احنا بنتكلم على طول يعني انا بقول له عملت ايه هناك هو بيسالني هنا تماريني وماتشاتي وبنتكلم مع بعض على طول. ما وحشكش؟ وحشني طبعا. ان شاء الله تروح له. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله والنادي الاهلي لو انت عايز تطلع ومصلحتك اكيد النادي الاهلي مش هيقف طريقك زي ما حصل مع يوسف. طب قول لي بقى انت يعني الفولي بول يعني انت طبعا خيالك كابتن طارق غنام احد نجوم كره السله وبتاع بتشوف كره السله بتتابع فريق الباسكت مثلا بتاعنا يعني بشوف السكورز وببقى عارف الماتشات ايه اللي حصل فعلا. مين احسن لعيب في نظرك عندنا في تحب تتفرج عليه بلاش بحب احسن لعيب بحب ايهاب امين الباسكت بحب ايهاب امين وعمرو الجندي وكمان من الناس الصغيره بحب عمرو زهران تقريبا اكبر منك بحاجه بسيطه اكبر منك حاجه بسيطه. طب قول لي برده حازم انت نفس الكلام بتتفرج على الفرق الثانيه باسكت يد بتتابع الباسكت بتتابع قوي ممكن اتفرج على الفيرست تيم فولي بول بس
مش متابع قوي انت. يمكن الدراسه، يمكن حمزه عشان هو عيلته فيها باسكت وبتاع، فيمكن ده اللي خلاه يتابع شويه. طب بتتفرج على ماتشات الكوره؟ ما تقوليش لا بقى، برضه كمان الكوره ما بحبش الكوره. يعني هو يعني حتى ماتش منتخب مصر ما اتفرجتش عليه طبعا؟ ما حدش اتفرج عليه، انت كنت جاي بقى القناه. اتفرجت عليه في العربيه. اتفرجت عليه في العربيه. مصر خسرت. طب الحمد لله عدى منك منتخب مصر واتفرجت عليه. يلا ربنا يوفقكم ان شاء الله. والحقيقه انا سعدت بيكم جدا، شباب جميل وعندكم مستقبل باهر. حازم نبيل بشكرك شكرا جزيلا، نورتيني وشرفتيني، يا رب تتوفق ان شاء الله ونشوفك في الجامعه هناك ان شاء الله. حمزه الصافي بشكرك شكرا جزيلا، نورتيني وشرفتيني يا حبيبي، وان شاء الله نشوفك احسن يعني لاعب في مصر. ربنا يخليك ان شاء الله. شكرا. اعزائي المشاهدين كان لقائنا مع شبابنا، شباب 17 سنه للكره الطائره، نتمنى لهم كل التوفيق، ده مستقبل الكره الطائره في النادي الاهلي. بشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعه، وان شاء الله حلقه جديده مع الابطال.